إذن كذلك من الأخطاء لكي يقع فيها الناس في صلاة الجمعة مع الأسف عدم الاعتناية بالمظهر في صلاة الجمعة. قلنا صلاة الجمعة أصل المسلم دائما خصو يتهلا في راسه، لأن حديث ابن مسعود إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. سيدنا ابن مسعود سول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي راه حنا كنبغيو يكونوا حوايجنا مزيانين ونقيين وحالتنا مقادة، ياك ما دخل هذا الشيء في الكبر؟ قال لي لا، إن الله جميل يحب الجمال. المسلم ما خصو يكون مخربق في وجهه، خصو يقص الشارب ديالو، يقص الأظافر ديالو، يغسل البراجم ديالو، ينظف الإبط ديالو، يحلق العانة ديالو، ينظف الأسنان ديالو، يسرح الشعر ديالو، ويستعمل الطيب، ويتبخر ويتعطر ويكون نقي. هكا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيشموا الريحة ديالو قبل ما يبان، هو جاي في الطريق مازال ما وصل، الريحة سابقاه، كان طيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكا كانوا الصحابة رضي الله عنه، ماشي كتلقى الإنسان ها هو مسلم جاي الجمعة جاي بشي حوايج يا ربي السلامة تقول هذا كينعس في زبالة، تقول هذا بيت في شي ضر الزبل، انت ما باقي غتقابل الخطبة كتولي سد غنيفك من حداه مصيبة. راه ماشي قضية الفقر، لا راه ما تلبس الحوايج جداد، لبس غير حوايج نقيين. حنا ما كنضحكوش من حنا راه فقراء أكثر من الفقر، فقراء إلى الله، ولكن الانسان حتى دوك الحوايج اللي عندك صبنهم غسلهم. الحمد لله الصابون موجود، الروائح موجودين، الخير موجود، ماشي عاود الانسان عاوتاني العدم لفان. كتلقى الا غادي لشي عرس كيتقاد مزيان، غادي للخدمه يتقاد مزيان، مسافر كيتقاد مزيان، جاي للجمعه جايب السيرفيت ما شافت الماكينه ديال الصابون 3 شهور ومقطعه ومشرمشه وقاء الجمعه. هذا راه عيد. يا بني ادم زيد خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتزين لكل صلاة، لأن قدامنا توقف قدام الله، عندك موعد مع من؟ مع الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. الله يبغي يشوف النعم تاعو عليك في اللسان ديالك، في الحوايج ديالك، في عينيك، في الهيئة ديالك. الله تبارك وتعالى جميل ويحب الجمال، فالإنسان يحاول الى غادي الى الى غادي يمشي للجمعه يقد الحاله ديالو. هذاك راه عيد كما الناس في العيد. دابا باقي المغاربه محافظين على القضيه في الاعياد الكبيره، العيد الكبير والعيد الصغير كيشريو الناس الحوايج جداد، يشريو الجدال ويبخروا. راه بحال هكاك الجمعه وبحال هكاك الصلوات كاملين. حتى الانسان الى خدام شي خدمه فيها التكرفيس، خدام في شي مطحنه ديال الدقيق، ولا خدام في شي ديال الميكانيك ولا السيك، يخدم حتى تقرب الجمعه يحيد دوك الحوايج ويولي عليه شي فوقيه. حتى الا ما كاينش الوقت يروح شي فوقيه عليه مستوره ويغسل يديه ويلقى حالته ويمشي للجامع. لكن الانسان كيجي للمسجد بالريحه ديال الحوت، الريحه ديال لاكريس، تيئه ديال المسلمين، تيئه ديال الناس، وما كيعطيش ما كيعظمش هذيك صلاه الجمعه. كذلك التزيون لصلاه الجمعه، مع الاسف كتلقى بعض الشباب دابا اللي كاينين دروك كتلقاه جاي للمسجد كيصلي الجمعه ولابس واحد التيشيرت مصور فيه حمار ولا كلب. دابا مصور الوجه الكلب هكاك مصور بوجهه بعينيه بسنانه، هذا معناك ولا شي نمر. اش جاي انت جاي دابز ولا جاي تصلي ولا داخل؟ واش حنا في حديقه الحيوان؟ يعني انت كاع ما لقيتي ما تلبس الا حمار مصور في حوايجك وزي الجمعه وبتجلس في الصف وبتقرا القران وبتذكر الله وبتسجد وانت مصور حمار في حوايجك بهذيك الدناءه. ولا كتلقى شي كتبه بالله الانجليزيه الى عرفتي المعنى ديالها بالعربيه غتقطع دوك الحوايج. ولكن مسكين ما عارفش كذا بيشري شي تجيكطا ولا شي تيشيرت ولا شي كذا، الى كون هو عارف المعنى داكشي اللي مكتوب عنده في داك التيشيرت ما يلبسوش، غيقطعو يقدر فيه كيسب راسو وما جابش الخبر. اذا الانسان ما يكونش اعمى، يعرف اش كيلبس، يعرف اش كياكل، يعرف اش كيدير. هكا المؤمن كيس فاطن، ماشي كيس ذكي، عنده العقل وعنده الفهم وعنده كذا. تفسحوا الاخوان تاعكم، تقدموا شويه الاخوان على برا باش يدخلوا، تفسحوا اللي قدامه شي بلاصه يتقدم ليها، ما تزحموش بزاف، غير اللي قدامه شي بلاصه يتقدم ليها ماشي مشكل. عندنا قلنا الانسان يلبس هذاك اللباس اللي كيمثل الهويه ديالو، تيمثل الحضاره ديالو. عندنا الحمد لله الجلابه مغربيه، وعندنا الحمد لله الملابس تاعنا لبسوهم. كذلك كاين بعض الشباب من هاد الشباب اللي عزز عليهم الكره، اللي عندهم ذاك الهوس ديال الرياضه، تلقاه تيلبس هذاك اللباس تاع الفرقه المفضله عنده. وبعد هذوك الالبسه كيكون فيهم الصليب، هذاك الصليب عقيده باطله، لان حنا تنعتقد بان عيسى لم يصلب. عيسى راه ما تصلبش، بل رفعه الله اليه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن
مش انت فاش كتجي لابس هذاك الصليب وجاي لصلاه الجمعه؟ راه مش انت راه عرفناك انت ما فراسك ما يتعاود، ولكن نرد البال. الانسان يعرف اش كيلبس، يعرف اش كياكل، يعرف اش الانسان يكون ذكي ماشي غير غادي. ولا بغيتي كاع تخرج من هذا الشيء تطبق الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، تيقول لنا ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوب مهنته. اش غيضرك؟ انا غنترجم لك الحديث. اش غيضرك الا درتي واحد الجلابه واحد الفوقيه خاص تصلي بها يوم الجمعه، تلبسها الجمعه وتكمل تعلقها، سوى دوك الحوايج اللي كتلبس عاديين ما غيضرك والو، تحطهم ويتبخروا ويتنقاو وقت ما وصلت الجمعه تصلحهم وتقادهم وتلبس. فين غادي؟ غادي لبيت الله. ما على احدكم يعني ما يضرك الا درتي واحد جوج الاثواب واحد البليغه وشي تقيشرات مقادين، والافضل يكونوا في اللون الابيض. افضل من افضل اللباس ديالكم اللباس الابيض، هو فاش كنكفنوا الاموات، هو لباس الملائكه. مزيان تلبس اي لباس، ولكن لسان الجمعه يدير واحد الجلابه ديالو ويحطها في الماريو ويحافظ عليها باش دائما كيمشي للجمعه تيبان داك الشعار، شعائر الاسلام. الناس غادي للجامع بحال عيد الاضحى، كتخرج الصباح كلشي لابس الجلابه ديالو، كلشي هاز الصلايه، الحركه واقفه، الحوان سادين، كلشي كذا. فين غادي الناس؟ غادي يصليو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.